معسل ده بتاعنا ودي حبة فلوس. يا ابني اللي بتعملوه ده ما يصحش، الفلوس قدامك اهي، خدوها وسيبونا نروح لحالنا. حلمك بس يا خالي، في حاجة أهم من الفلوس. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ راسة فندينا. أكبر! مين اللي بعتك ده؟ مين هذا اللي بعتك؟ بس افندينا دي كلب. مين هذا اللي بعتك؟ مين اللي بعتك؟ وانتوا فين دلوقتي؟ يعني كله تمام؟ ما حصلش عوق؟ بركة انكم بخير. لا اصلي كان قلبي مقبوض شوية وعيني كانت بترف، عشان كده تلاقي صوتي مخستح حبتين. توصلوا بالسلامة يا حبيبي. خميس، لا إله إلا الله، الحمد لله الحمد لله. اشكرك يا رب اشكرك. كرامة هاتي لي ما ياخد الدواء. شرابيه طورين يا حاج. هاتي لي ميه اتوضى علشان اصلي ركعتين شكر لله. حاضر يا حاج. الحمد لله انت كريم. يبارك لك يا رب. بالراحه على نفسك سلوسي، اللهفه على اللي في سنك خطر. عايزاك تلمي شويه مشاعرك اللي متبعتره دي، هتطفشي الراجل، هيزهق هيهج. انا هعوزك تطلعي انتي؟ ليه يا اختي من قله النسوان؟ اخص الحق عليا. كنت عايزاكي ترمي العظمتين، تظبطي هرموناتك، بدل ما الحيزبون اللي جوه تجيبلك واحده عالزيرو وتقلبلك عداد وتحطلك فطاسفرة. عارفه ليه؟ عشان البيبي ولي العهد. اصل انتي ما بتخلفيش. قولي ان شاء الله. انت بنت حلال مشا، وما تصدقيش اي حد يقولك كلمه غير كده، حتى لو كنت انا وفي لحظه غضب. واي مهمه وطنيه بعد كده هتمثلنا بره هتكوني على راس الوفد، سواء داخليا او خارجيا. بس انا زملاتي القدام يشيلوا مني. الآدمية دي سيبناها للحكومة، إنما هنا الكفاءة هي الأهم، وأنت أثبتت كفاءتك والباشا اعتمد وخدنا الشهادة. مساء الأنوار يا برنس. شلبي أمرني. خد دول وظبط الليل. ما تقلقش يا برنس، كله في السليم. شلبي أمرني. فكها شوية يا شلبي، ده مش مال حرام. المهم يصب في المصلحة العامة يا برنس. برافو عليك، أنت أمير يا شلبي. تلميذك. Go! I go! بوسي؟ انت مش نمودك قربت ولا انا بيتهيألي؟ سلامتك من التهيؤات يا برنس، قربت. طب مش نجهز بسرعة عشان نحافظ على الكفاءة؟ تأمرني يا برنس. بوسي، نصيحة من أخ الأخ، وفري طاقتك الفياضة لساعات العمل الرسمية، وإياكي والاستهلاك المجاني. أمرك يا برنس. من بكرة الصبح اسمك وصورتك راس براس على الواجهة جنب رمانة، وانتي وشطارتك بقى. إفيه، أنا شم ريحة كده مش ولا بد أبداً. هنا في الأوضة ينيلك، أنا مش ناقصة قرفة. بقولك إيه، روحي رشي ولا بخاري ولا اعملي لك أي منظر. مش في الأوضة يا ستي. أمال فين؟ في الصالة كلها. بنتي يا بيسة، أنا كنت مرتاحة من زنك اليومين اللي فاتوا، هتلتي مش طالباكي. ده مش لتي يا أبلة، ده كمين،
والمصحف الشريف كمين وبيتنصب لك. نهار اسود انت هتشلديني يا بت، ما تجيبي من الاخر وتقولي في ايه. سمعت طراطيش كلام كده ان هم ناويين يعلوا اللي اسمها بوسي دي ويخلوها نمره. ايه الهبل ده؟ ما هي اللي ما تتسمى دي كل يوم بتقدم نمرتها مع الفرقه، ايه الجديد؟ هبل. طيب يا اختي بقى على راحتك، اللهم بلغ اللهم فاشهد. بت يا بيسه انت عارفه حاجه؟ يا ستي ناويين يخلوها من اول بكره نمره لوحدها. نمره لوحدها؟ أنا نو! أنا خميسة فندينا يا نو! إلحق يا كبير! خميس بره وجايب معاه راجل من رجالة هليل. بتقول إيه؟ وهو فين دلوقتي؟ على البوابة! نضرب عليه نار يا كبير! لا! أوعى حد يضرب نار، ده جاي يعور نفسه علينا، جاي عاوز يعمل لنا مشكلة مع الباشا. اوعى حد يضرب عليه نار! اجري قول للرجالة كده! عمرك يا كبير! محدش يضرب عليه نار! ازاي تسيبه يروح لوحده يا ابو سنة؟ ازاي؟ ما انت عارف ايه ابنك يا حاجة؟ خميس دماغه أنشف من ريق العطشان. غلوب بتتحايل عليه ياخد معاه حد تاني غير الزوز؟ قال لي لا، الزوز وبس. راح يحط ايده في جحر تعابين مسمومة. حلف ما تعدي الليلة دي غير لما يعلم على النوح ورجالته. وخد الواد اللي مسكناه وراح له بيه. وايه اللي عرفه ان النوح وراها؟ ما هو الواد اللي مسكناه قر وجاي تقعد جنبي. عايزين اعمل ايه تاني يا حاجه؟ الخميس خلاص ما بقالوش كبير وصغرني الليله في حوارات كتير قوي. عايزها توصل ليه تاني يا حاجه؟ تاخد الرجاله وتروح على بيت النوح وتلبدله هناك لغايه ما يطلع. ما يصحش يا فندينا يبقى ظهره عريان في وسط ناس زي دي. ايوه يا حاجه بس ده كده. بقول لك ايه، ده امر امر يا ابو سنه. جمال يا رب. حاضر يا حاج. الرجالة بتتواجد. ما بيخافوش الرجالة في الضلمة. ودي مرسالك. يلا يلا. يلا معلم. لأنك أنت ما راح تموت، ما راح تموت. ما بدي منك غير تسمعيني شوي. أيوة يا علي، عاوزك تجيب لي كل تفصيلة صغيرة وكبيرة عن زيارة خميس للنوح. يعني إيه إزاي؟ تصرف يا علي. طيب مع السلامة. سلام. أهلا بسبع البرومبا. مساء الخير يا أم، عاملة إيه؟ أعمل إيه يعني؟ قاعدة زي قبضة قطعة اهو. ده انا حتى العشاء ما تعشتوش. مش مهم بقى، المهم مراتك المحروسة كلت وملت بطنها وفي الآخر جايبة لي فصين برتقال. كلام ايه اللي انت بتقوليه ده؟ يا بشاير بشاير. والله يا حبيبي لسه شايلة الأكل من قدامها دلوقتي. أنا كدابة بقى وست كبيرة وبخرف، وانت ايه اللي انت عاملاه في روحك ده؟ جاتك القرف. انت تايه عنها يا إسر؟ ما انت عارف ان التركي أكل دماغها. برضه اللي التركي اكل دماغها. انما يا بنت الحلاوه دي من امتى يعني؟ ده انت اللي هتاكل دماغي كده. لا وكمان عامله لك الاكل اللي بتحبه جوه. ده ايه طعم الحنيه ده؟ انت حبيبي بتتعب ولازم لما تروح ترتاح. لا كده انا اشك فيكي بقى يا حبيبتي. يعني بقى لنا كام سنه متجوزين ما شفتكيش ولا مره حاطه احمر واخضر. ايه اللي جد بقى عشان تعملي في وشك بلده الالوان دي كلها؟ اصل بصراحه بقى من ساعة اليوم إياه ده كنت واحد تاني خالص. أهلاً. مش هتدخل تغير هدومك ولا إيه؟ لا يا حبيبتي، أصل أنت النهاردة خيالك شاطح لبعيد بعيد قوي. بص عاوز أقول لك على حاجة، أنا جاي من شغل مهدول وظهري قافش عليا قوي، وبيني وبينك عايز أقعد مع عمي شوية. ماشي يا ياسر ماشي، يبقى خلي أمك بقى
تنفع. طبعا هنفع، امال انت اللي هتنفعي؟ جاتك القرف. بصي يا اسر، الراجل ده بيحب الست دي، والست دي لحسه دماغه وبيغيظ بيها مراته الاولانيه، وهي بقى مشتاقه فيه. ما هو كل الرجاله كده، ما بياكلش عقلها غير النسوان. لا يخرب بيتك يا بغاوري يا ابن الكلب. انت هتفضل قاعد كده جنب الشباك؟ ما تقوم تريح جسمك شويه بدل ما انت بتنازع طول الليل. ما تخلص يا ابني انت، بلاش لك هلع. انا جاي اشعوش مغاوري. عملت ايه؟ فيت لك في الحته كلها، مفيش حد عنده اصل. اصلي والله صيني، انا هتجوزه. خلص اخبط شوشه. طب اخلع خفيف. انا عايز اعرف انت بتتسير مع مين كل ده؟ يا سلام لو الناس تخليها في حالها. يا راجل يا راجل، الحاجات اللي انت بتبلبحها ديت مش للي في سنك. لم لسانك يا وليه انت واعمل لك قفله. انا خايفه عليك، الحاجات ديت اخرتها يا تسليم نمر يا هتعكس بدري بدري. ماشي يا دكتوره موجه، بنت زكي حقنه. انت بتتمارس عليا؟ ماما ما عاوزه. استنى ما اشوف ابوك. انت عارف جوز خالتي سونا كان بيبلبع زيك كل يوم كده، واخرتها ايه؟ جاب دماغه. كوبايه شاي حبر. يوه هو ايه اصله؟ ما الكوبايه هي قدامك ولا انت شايمة وسفلة؟ وادي ام الكوبايه. اعملي بقى واحده تانية تكون مشبره للاخر، ما اشوفش فيها خلقه اهلك. انا مش فاضيه، هعمل الاكل الاول للعيال وبعدين ابقى اعمل لك كوبايه الشاي الحبر. تعالى ولا منك له ساعدني. لكن قرف مرة فقر. اوكي مستر لافلافاكس، كاتش يو ليتر، باي باي. خير؟ صحي بدري ليه يا قمر؟ مفيش، نومي متلخبط شوي. عادي يعني. طب كويس، قولي لي يلا كنت عايزاني في ايه؟ انا بفكر ارجع اسافر تاني. ايه يا فاري؟ وسيبيني لوحدي. يا بابا احنا قاعدين في بيت واحد، بس كل واحد مننا في دنيا غير التاني. ده احنا بيعدي علينا ايام ما بنشوفش بعض خالص. عادي بقى مش فارق. ما انا سايبك تقابلي اصحابك اللي بتقولي انهم وحشوكي وانت وحشتيهم. انت عارف ايه اللي وحشني بجد؟ ماما. نفسي احلم بيها، نفسي تجيني في المنام ولو مره زي ما بسمع من ناس كتير. نفسي اروح ازورها في قبرها الله يرحمها. انت اتعديتي من مين؟ أنا عشان كده مسفرك بره على طول، عشان ما أقعدش أسمع المواويل دي. جري يا فيري، العمارتة ناشفين والحياة ناشفة وإحنا لازم نغلبها. عموما أنا مطلب لك مفاجأة هتخرجك من المدة. مفاجأة؟ مفاجأة إيه؟ ولا أقول لك ما تقوليش، أنا فعلا محتاجة المفاجأة تخرجني من كل الملل اللي أنا فيه. طب ما تعملي لي أنت مفاجأة تخرجني من الملل اللي أنا فيه، وتعزمي صحباتك الأمامير يلبسوا بيكيني ويبلبطوا هنا في البسين. دم الغزال يا متحني، دم الغزال، وحشتيني يا ماما. دي بقى المفاجآت اللي ترد الروح. أنهي فيهم؟ الخلخال ولا اللي جاب الخلخال؟ فشر خلخال إيه بس؟ اللي جاب الخلخال طبعًا. أنا أول ما شفته قلت لأ، ده رمانة، مكتوب عليه رمانة. ولا أصلي غاوي خناخيل، أنا أحب الخناخيل أوي، ولما كنت صغير بمسك بيها في دلجة لبيت أمي. ياه أيام. الله يمسيكي بالخير يا أمه. كانت بتوزع بضاعة ساعتها، وكل زبون ليه رنة خلخال. وانا في ديك الساعة لما ابقى في ظل الست ضاوية على سن ورمح. ضاوية دي ملهاش ظل ولا خيال، دي حاجة كده زي المعجزات، ترمح في المزاج وتتحكي زي الحواديت. ياه، الواحدة ما تعرفش قيمة الأم غير لما بتحب. تصدق إن أنا دايما لما بكون جنبك بشتاق لأمي قوي. بشتاق لأمك؟ ليه؟ وانا شبهها قوي كده رمانة؟ انا ما بهزرش يا خميس، انا حتى مش عارفه شكلها، فاكراها
عليها كده طشاش، ما شفتهاش غير في قبرها الله يرحمها، ومن ساعتها وانا مرميه مع اولاد خالتي صبيان على بنات في شقه قد الحق بننام فيها زي عيدان الكبريت، وابويا برضه فص ملح وداب، ولما زهقت وطقت سبتهم وهجيت، ولما سالت عنه قالوا لي انه حصلها في قبرها هو كمان، مات الله يرحمه. بقيت لما بشتاق لهم اروح لقبرهم ازورهم واحكي معاهم واقرا عليهم الفاتحه. خميس انت نمت مني يا اخويا ولا ايه؟ يا بنت انت بعض سواعي كده بتبقى عليكي حواديت كئيبه كئيبه، بتفكرني بالقناه الثالثه والمتخصصه. فدي جابت كده معانا في التت وشعبيات كده. تت يا بنت وشعبيات كده. انا اصلي ببقى مرتاحه معاك، بحكي معاك بفضفض. ارتاحي بس ما تاخديش ال 30 حلقه كلها دراما. صباح الفل حبيبي. صباح الفل. شديد شديد. احنا مش ريست بقى ولا ايه؟ تموت انت في العاب القوة دي. طبعا نهار وليل وليل ونهار. الصبح يا خميس وماله؟ ريست على الصبح كده. ريست الصبح ده هو اللي هيظبط ريست بالليل. واحد. اتنين. تلاتة. الحقنا يا استاذ، البنت هتروح مننا. بنت بنت مين؟ سعاد مراتك. اه انت امها، ايه مالها؟ موتوسيكل سواق اعمى خبطها الصبح، وانا عماله ادور عليك من ساعتها لحد ما وصفوني هنا. منهم لله. يا خبطها ازاي وهي نازله من عندك؟ اه شفتها. ايه ايه ايه، إيه كملي طمنيني. وهي حبت عيني من ساعتها نايمه بتخرف. يعني الحمد لله ما ماتتش. اسمعي يا ست انتي، من الاخر كده بنتك ورقتها مع المؤخر زمانهم في الطريق، واطلعوا بقى من نفوخي. ورقت ايه ومؤخر ايه؟ ايه اللي انتوا بتقوله ده؟ من الاخر كده البيعه كده بالنسبه لكم ربحانه قوي، وسيبيني بقى عشان اخيرا هعرف انام. روح ربنا ينتقم منك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. اسمعني. وانت من اهله؟ ده راشق في الغرزه كل يوم والصبح بالليل. لوحده ولا متعود حد يبقى معاه؟ لا لوحده ايه، ده معاه كل الكلاب بتوعه، ومعاه المتر بدران اللي بيقعد يدافع عنه كل شويه، وملموم على بجاش المر البلطجي بتاع زمان اللي مترشح في المجلس. هو مش متجوز؟ اه متجوز، بس بيقولوا مراته دي عيانه. لكن عيانه عندها ايه بقى؟ ده اللي انا ما قدرتش اوصل له، لانه محرج على اي حد يهوب ناحيه بيته او حريمه. وعرفت ايه كمان يا وادي يا ريس؟ هو ده اللي انا قدرت اوصل له يا ست الكل، لانه عامل زي الزبق ما بيهمدش، ده دوخني وراه السبع دخان. يكون حد حس بيك. حس بيا؟ انا لو كان حد حس بيا يا ست مطره كان زماني رحت في خبر كان. انت ما تعرفيش افندينا ده ورجالته عاملين ازاي. ماشي يا واد يا رزق، خد. كل ما هتجيب لي معلومات كل ما احلي لك بقك. ربنا يخليك يا ست الكل. يلا ربنا يخليك. ماشي يا شاطر، ابعت لك التريلات في الميعاد. سلام حبيبي. طلباتك اوردر وجبه تنفيذ يا فندينا. ادي الاول يا بجاش، ادي الاول. انما عدم المؤاخذه يعني في السؤال، انت من امتى ديك في سكه النسوان الحيبله؟ توب علينا ربنا، مش سكتي انا يا بجاش. مش سكتي انا حبيبي. امال سكه مين؟ سكه اللي ما يلوكش وما يسالش. خميس خميس خميس، انت هنا يا خميس؟ الله يخرب بيتك يا بدران، عادي يا سيدي اللي لا يلوك ولا يسال. ايه المصيبه بتجيلي فيها؟ وراك ايه المره دي؟ ده انا دخت وراك يا خميس. انت اللي دوختني بمصايبك يا اخي، انا هتجنن. هو مين فينا المحامي بتاع مين؟ ماشي ماشي، انا بجد عايزك، عايزك تروح. ماشي اقعد، بس خد لك الله. مش ده عم زغلول؟ اه زغلول اللي قلنا ابو فتنة. يا عم زغلول. عم خميس. عم زغلول. خميس. مين؟ افندينا. يا عم زغلول. الف حمد لله على السلامة. الله يسلمك. يا راجل يا طيب. الله يكرمك والله يا ابني، ليل نهار كنت بدعي لك في شدتك. صادق يا حبيبي صادق. أخبارك إيه؟ الحمد لله بخير، كلنا بخير والله. يستاهل الحمد. أنا بقى مش بخير. اقعد يا بدران. أخبار فتنة إيه؟
والحمد لله ربنا كرمنا آخر كرم وفوتنا كبرت وقت في المعهد، وده بفضل الله وفضل مساعدتك لينا يا ابني، بالرغم إيه ساعدنا في وقت ضيقته. بسم الله ما شاء الله كبرت يا فوتنا. ده لو انت هاخدك بالحضن وتنططي على حجري زي زمان مؤاخذة يا زغلول، بس الواحد فوجئ زي اختك يا ابني. على كده الواحد غيبته طالت بقى. الف بركه رجوعك بالسلامه يا معلم. الحمد لله الحمد لله. الظلم وحش يا فوتنا، الظلم وحش قوي. انما ايه الكتب دي كلها يا عم زغلول؟ دي اصلا اهي نوايا بتسند الزير. زير؟ اه زير ايه؟ وانتوا لسه بتشربوا من الزير؟ ياه وكل دي نوايا؟ الله يحفظك يا ابني. بص بقى، المعايش دلوقتي يا ابني بقت صعبه والنفس لسه عزيزه، فانا والبنت فوتنا فكرنا في حاجه حلوه قوي. هي بتقعد على الكمبيوتر طول الليل بتشوف المعلومات المهمه تديها لي ندبسها ونعملها في طبعه شعبيه ونبيعها بجنيه واحد للناس. اهم حاجه انها شعبيه. نعم انا ابتديت شعبي. هو ده الصح، احسن حاجه الشعبي ده. ايه يا فوتنا مش هتسمعينا صوتك بقى ولا ايه؟ مكسوفه؟ لا مش مكسوفه. امال ايه؟ فرحانه. اللهم صل على النبي. اشرب شايك لا يبرد يا معلم. بسم الله ما شاء الله. لا انا لازم امشي بقى عشان استاذ بدران المحامي مستنيني. انا قلت عدى اسلم بس. تسلم الكل راضي يا ابني. يلا ما تنسناش يا ابني بعدي علينا. واجب. دلنا فوتنا يا خاله. فوتنا؟ فوتنا فوتنا اللي كانت واقفة هنا، ولا دي مش فوتنا دي ولا ايه؟ انا فوتنا مزعل نفسك ليه؟ افوتنا افوتنا. تعال تعال خد يا فوتنا. احنا بقى ايه؟ علم بلدي وده سلوينا وعواد. خد. لا ما ينفعش، خيرك سابق يا ابني. ما تجيش منك انت يا عم زغلول. والله خيرك سابق. ملوش لزوم يا معلم. لو عايزة تكسف ايدي ما تمدش ايدها. انا هاخد ورقه واحده بس بشرط. شرطي زي ما انت عايزه يا استاذه. تكتب لي عليها للذكرى والقلم اهو. قلم طب ما تكتبي لي انت. ماشي. ها يبقى احسن برضه. اكتبي اللي اقول لك عليه. يا رب ابعد عنك شر الناس وشوفك متعلمة وأحسن أستاذة في المنطقة، أحسن من الأستاذة فاطمة اللي ورا على الناصر. استنى 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 زوز. هو نكتب كل ده فين؟ الخميس. فوتنا توب علينا ربنا. تعالي وادي أحلى بصمة لأحلى حجر. لأحلى أحلى بنوتة. ربنا يحميك يا فوتنا. شرفت يا معلم. طيب السلام عليكم. نورتنا يا ابني بألف سلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس أنا زعلان منك يا معلم هرم. ليه كفل الشر يا معلم نوح؟ في عيال من تحت إيدك بيلعبوا بدلهم من وراك في توزيع البضاعة. محدش من رجالتي يقدر يعمل كده يا معلم. عملوها يا معلم عملوها، وأنا ما أقولش كلام إلا إذا كنت متأكد منه، خصوصا رجالة لو كان الحوار ده هيلطنا كلنا. والمثل بيقول الميه بتكدب الغطاس. يلطنا ازاي يا معلم؟ ما تنورنا يا معلم نوح. رجاله المعلم بياخدوا بضاعتنا يهرسوها عشان يحلبوها، وده حرز يزمي كلامي. ده شريط من شغلنا رجاله صح؟ هو غيانه تمام يا معلم. ماله بقى يا معلم؟ الشريط ده قبل وده شريط بعد. الاولاني ده شغلنا النظيف، التاني ده مكتوب عليه اسمنا صحيح بس مش شغلنا، شغل براني مضروب. رجاله المعلم بياخدوا الحبايه بتاعتنا يهرسوها ويضيفوا عليها المضروب وبعدين يعبوها تاني ويبيعوها بنفس السعر. بعد ايه؟
بعد الشريط لما يعمل 10، واحنا بقى سمعتنا تتضرب في الحديد وهم يعدوا الالومنيوم. مش معنى رجالتنا، ليه ما يكونوش رجالة حد تاني؟ بالراحة يا معلم بالراحة، واحنا جايين نتخانق؟ لا، احنا جايين نتفق وننور بعضينا يا رجال، احنا كلنا في مركب واحد، لو غير يتحطوبي بينا كلنا. انا هدعبس في الحكاية دي، ولو طلع حد من رجالتي ملطوط انا هحط رجالته تحت رجلين الكل. كده يبقى عداك العيب يا معلم. واحنا كده يبقى استبينا يا سيد المعلمين، نشوف بقى حصتنا من الجديد. نشوف، وربنا يهديه المعروف. امين يا رب. ما تشربوا الشاي يا رجال، ده حتى شغلنا ما بيحبش الا الشاي. البلد باظت، والايام ما بقاش فيها بركه، والناس الناس يا بجاش يا اخويا نفوسهم بقت وحشه، الكل بقى بياكل في بعضه، وتلم العاطل على الباطل، وتلخبط الحابل بالنابل، دنيا بقت سلط على الاخر. انت جايبني عشان تفكني ولا عشان تنكد على اهلي؟ اتقل انت بس اتقل، دورك جاي ما تقلقش اتقل. كنا بنقول ايه يا اولاد، ولا وصلنا لحد فين؟ السلطه يا معلم. ايوه، تروح بقى ايه؟ فارك ايدك برشه كزبره وبصلايه ومخرط. معلمي ايه؟ مش ده الحوار. امال ايه الحوار؟ اختلط الحابل بالنابل. امال احنا ايه اللي دخلنا المطبخ؟ عارف كل ده ليه يا بجاشي؟ ليه؟ من البلاوي اللي طلعوا لنا فيها الايام دي. ايش نص احمر على ايش نص ابيض على ربع جرام ونص جرام على ايش ترامادول؟ والعياذ بالله، هي الحاجات دي بتبوظ كيمياء ربنا اللي خلقها جوه الانسان. يعني الانسان ياخد كيمياء يضر بيها جسمه، معقوله البني ادم يضر نفسه؟ معقوله؟ ماله الحشيش؟ ماله الحشيش؟ ماله؟ طب انت بالذات عمرك سمعت عن محشش قتل؟ لا. سرق؟ لا. ثبت ناس في الشارع؟ لا. بلاش دي، عمرك انت سمعت عن محشش قدر واحد ولا حتى كشر في وش واحد؟ لا. انت سامعني؟ لا. العميله دي جامده قوي يا رجاله. ايه ده؟ طب انتوا عمركم سمعتوا عن محشش اتحرش بواحده؟ عمرنا. طب عمرك انت سمعت عن محشش واحد في الارض استوطى مع البنت بتاعته وبعد ما لا مؤاخذه سلبها اعز ما تملك؟ خميس، ما انت سامعني اهو. حلو يا معلم، عمال يقول لك لا. ايوه، ومش هو اللي بيقول ده، مخلي نفر جوه بيتكلم بدانه. اطلع يا حلو يا معلم. ادي اللي خدناه بالبلاوي دي يا سيدي. طب انا بقالي 21 سنه، 21 سنه بحشش يوميتي صبح وليل. اسال عيال امي. ايوه، وعمري يا اخويا ما ادمنتوش. لا، عمري ما اتحرشت بواحده. الله يخرب بيوتهم، خلوا الدنيا ملهاش طعم وقالوا لنا المزاج. شد يا بدران، خد الجوزه وشد، بس اوعى اتحرش بيها. ايوه ايوه، اسد اسد. هو ماله؟ هو مين؟ بدران. هو جاي، رايح وجاي. تاكس تاكس. رومانا رومانا استني بس، رومانا استني استني بس يا نجمة مصر.
نعم، انتوا خليتوا فيها نجمه ولا نيله؟ صدقيني انت فاهمه غلط واشتري مني. يا اخي انا مش عايزه افهم حاجه خالص، انا قاعده في بيتي ملكه، ولما تعرفوا قيمتي كويس اجوا تعالوا. مش حلو الكلام ده، ولا بيحل ولا بيربط. جاك حل وسطك يا بعيد، هي ناقصاك يا ابن مفكوكه. كده برضه رمانه؟ 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 شرسة قوي بس طيبة. تعالى يا بابا، لقيت لك كام موضوع حلوين قوي، دول عناوينهم، هجيب لك بقى بقية الداتا بتاعتهم عشان نعمل كده كام كتاب حلوين. يا بنتي يا حبيبتي بالراحة على نفسك شوية، شكلك تعبان. أنا مش تعبانة ولا حاجة، وديني بتسلى. تسلى ده إيه؟ الحاجات دي هتعطلك عن مذاكرتك. يا بابا، ما أنت عارف بنتك كويس، أنا يا دوب أبص في الكتاب من هنا أحفظه صم. والكتب دي بتعلم منها وأنا بقراها، وبرضه يا بابا القرشين اللي بنطلعهم من الكتب ديت بيسندونا. مش معقول كده يعني هنفضل عايشين على الفلوس اللي ببعتها أفندينا. أنا كبرت يا بابا وما بقاش ينفع كده. آه والله يا بنتي عندك حق. الراجل يعني من ناحيته عمل اللي عليه وزيادة، وبيتعامل معاكي كأنك أخته بالظبط. طب سيبني بقى يا بابا كمل شغلي. حاضر يا حبيبتي، تصبحي على خير. وانت من اهل الخير. بقول لك ايه؟ اعمل لكيش حبه شاي صغننين؟ ربنا يخليك يا بابا، مش عاوز حاجه. طب سندوتش جبنه؟ يلا بابا بقى عايز اكمل شغلي. يلا بابا عايز تطاق كملي، يلا. ربنا يقويك يا بنتي. ولا ايه؟